وللمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عبد الله عماد، منسق نقطة الاتصال الوطنية لمؤتمر المناخ. أستاذ عبد الله، بعد التحية، إنجازات كثيرة توصل إليها مؤتمر المناخ في دورته 27، كيف ترى هذه الإنجازات لا سيما في مجال التمويل والتكيف؟ أولا شكرا جدا لحضرتك يعني على الاستضافة الجميلة دي. مرحبا. ثانيا طبعا احنا شايفين السنه دي المؤتمر بتاع كوب 27 مميز جدا عن السنين اللي فاتت، لان احنا حطينا الجزء بتاع لوس اند دامج او الاضرار والتعويضات على الطاوله بتاعت المفاوضات. السنه دي احنا قدرنا ان احنا نحطها كبند كذلك جوه الاجنده اللي هتطلع من شرم الشيخ، ودي حاجه مهمه جدا خاصه ان السنه دي الكوب بتاعنا هو كوب اوف امبلمنتيشن او كوب التنفيذ، واحنا بنمثل القاره الافريقيه، والقاره الافريقيه اكثر رابطين بيتاثروا بيهم هم الادابتيشن واللوس اند دامج، وهم معناهم التكيف والاضرار، دول اكثر حاجتين احنا محتاجينهم كقاره افريقيه. فطبعا مصر حاطت ده في اولويه اعتباراتها، وعلى هذا الاساس مدينا كمان المؤتمر يومين. امبارح كان لحد الساعه 4 الفجر كان السبيتش شغال لحد بالليل، الناس كانت تقريبا مش عارفه يعني ما حدش نام عشان خاطر احنا عاوزين نطلع ثاني الحدود اللي احنا متوقعينه من قمه زي كده. فطبعا دي مجهودات كبيره جدا بنحاول احنا فعلا نبقى شرم الشيخ السنه دي فعلا ليها بصمه في باريس اجريمنت، وليها بصمه في اتخاذ القرار خاصه في الجزء بتاع التمويل بالذات، لان التمويل هو اللي هيحرك كل الحاجات دي، هو اللي هيعمل تعويضات عن الخسائر والاضرار، وهو اللي هيعمل الفلوس اللازمه عشان نعمل مشاريع ليها علاقه بالتكيف لتغير المناخ. استاذ عبد الله، ماذا عن دور المبادرات المصريه وتاثيرها في معالجه قضيه التغيرات المناخيه وجهود الدوله في مجال التنميه البيئيه المستدامه؟ احنا طبعا السنه دي شفنا يعني مجهود كبيره جدا جدا من المؤسسات المدنيه المصريه، كذلك كان وجودهم في المنطقه الخضراء في الكوب ويعودوا المشاريع بتاعتهم الجميله. شفنا المبادرات زي جود ووتر اللي دلوقتي استبدلت كل الازايز اللي كانت موجوده في الكوب وبدانا نستخدمها مكان ازايز البلاستيك، وغيرها من الافكار المثيره الجميله جدا موجوده عندنا في مصر، لكن بدانا احنا نستكشفها اكثر خلال فتره الكوب. كذلك استضافه الحدث عندنا احنا في مصر السنه دي ده له اهميه كبيره جدا، لان احنا الدوله اللي بتستضيف الكوب بيبقى عندها دايما بعد ما الكوب بيخلص بيبقى يفضل عندها حاجه اسمها المومنتم او الطاقه اللي موجوده دي، اللي هي تفضل دايما شغالين على الملاك بتاع البيئه. احنا من السنه بالظبط ما كناش نعرف ايه هو الملاك بتاع البيئه في مصر. انا شغال من 2016 في المجال ده، بعمل مؤتمر اسمه اللوكال كونفرنس او مؤتمر الشباب المحلي تبع اليو ان له علاقه بتغير المناخ من 2019، والسنه دي كانت اكبر سنه عملنا فيها المؤتمر ده، احنا عملناه وصل ل 2000 شخص حضروا في الجامعه الامريكيه. فده معناه ان الوعي زاد بشكل كبير جدا مقارنه ب 2019 اللي كان بيحضر 100 شخص، 120 دلوقتي حضر 2000، والناس السنه الجايه عاوزه كمان الموضوع يكبر وعاوزه نوصل للمحافظات. فده معناه ان الوعي بدا يزيد وان الناس فعلا بدات تحس باهميه ده، وده بينعكس بالظبط ده هينعكس طبيعي على السنين اللي جايه كمان وعلى الجهود بتاعت الدوله اللي هي هتفضل مكمله. بنتمنى استاذ عبد الله ان نرى كل هذه التوصيات التي خرج بها مؤتمر المناخ في دورته 27 محققه ومنفذه على ارض الواقع. شكرا جزيلا الاستاذ عبد الله عماد، منسق نقطه الاتصال الوطني لمؤتمر المناخ، شكرا جزيلا لك.